الانترفيو مع زينة. ضيفنا اليوم أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي. سي زهير أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا. نبدأ معاك من الوضع الراهن وآخر الأحداث في علاقة بالزيادات اللي كان وعد بها وزير الفلاحة في تصريح مفاجئ، وأنه سوم العظام بشوال دينار و300 الحارة وزيادات في اللحوم البيضاء، ثم رسميا في ندوة صحفية لها الحكومة تنفي هذه الزيادات. شكرا. أنا في الأول حبيت نبدأ نترحم على الصحفية شيرين أبو عقلة الله يرحمها، شهيدة الصحافة الفلسطينية وشهيدة مخيم جنين، ونتمنى أن الفصائل المقاومة الفلسطينية أنه لا يذهب دم شيرين يعني هدرا بالوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس المقاومة وعلى أساس دحر العدو الصهيوني. بالنسبة لموضوع الزيادات، طبعا أنا البارح كنت في واحد من الإذاعات علقت شوية على وزير الفلاحة، أعتقد خرج قيل مبشر التوانسة باش نزيدوا الزيادات. اليوم نطق رسمي باسم الحكومة يقول ما ثماش زيادات. هو في المشكل، ثم مشكل صاير، واحنا بالنسبة لنا في حركة الشعب منذ يوم 26 جويلية كان هذه نقطة من النقاط الأساسية والمفصلية اللي اعتبرناها أحد شروط نجاح مسار 25 جويلية. احنا وقت اللي جات 25 جويلية رحبنا بالإجراءات اللي عملها رئيس الجمهورية، قلنا الإجراءات اللي عملها رئيس الجمهورية جاءت استجابة لإرادة شعبية ولإرادة الدولة التونسية، جاءت بعد نضالات طويلة خاضها شعب تونس منذ 2011 ضد هذه المنظومة إلى حد الآن، عمدت بدماء الشهداء وشكري بلعيد محمد الإبراهيمي لطفي نقض جنودنا وغيره. جاء الرئيس توج هذا النضال وهذه المقاومة بتلك الإجراءات، ولكن قلنا في نفس الوقت له هذه الإجراءات ما تكفيش هذا المسار اللي نسموه مسار 25 جويلية. من شروط نجاحه، يعني شنو معناتها من شروط نجاحه؟ من شروط أن نوصل لبر الأمان، أن نخرج من الديمقراطية الفاسدة واستكمال الأهداف، ونخرج من الديمقراطية الفاسدة اللي كنا عايشين فيها للديمقراطية السليمة، من دولة المافيات ودولة اللوبيات إلى دولة الشعب. وإن ثم زوج شروط أساسية. الشرط الأولاني طبعا مش بالتفاضل هو مسألة التشاركية، والشرط الثاني هو المسألة الاجتماعية والاقتصادية. قلنا رأي الناس وقت خرجت يوم 25 جويلية وقبل 25 جويلية وفي شهر جان في الفارط، يعني ثم ناس كانت في الشارع في احتجاجات واعتقالات وغيرها، كانت وقت تحتاج على قانون المالي اللي في حكومة هشام المشيش، كانت تحتاج على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، كانت تحتاج على نسب البطالة اللي بلغت 17%، على نسب التضخم اللي غير مسبوقة في وصلت في أنسرتم وموس 7%، نسب المديونية اللي وصلت معناتها أكثر من 110%. وصلنا أن التونسي في ذروة الكورونا أمام المستشفيات مش لاقي معناتها ديبوزيت أكسجين، وكانت الناس تموت أمام المستشفيات وسرير على الأقل وسرير. دونك احنا اعتبرنا أنه 25 جويلية فيه زوز تمشيات أو زوز تمشي الأول إصلاحي، المتعلق بالإصلاحات الدستورية، متعلق بإصلاح المنظومة بتاع الانتخابات، التفكير في منوال تنموي حقيقي يقطع مع المناويل التنموية القديمة، وثم مسار ثاني هو المسار الحكومي اللي هو المفروض المسار الحكومي يعني يدعم المسار الإصلاحي. كيف يدعم المسار الإصلاحي؟ من خلال اتخاذ إجراءات. نعرف أن ورثة ثقيلة، ونعرف أن الأمور مش تتحسب بين عشية وضحاها، ولكن كان على هذا المسار الحكومي أنه يقدم بعض الرسائل الإيجابية للناس. على الأقل فتحت ملفات تخدم بالضبط. توصل شنو تعمل في الوزارة. مع الأسف الرسائل كلها كانت سلبية، مع الأسف الشديد. الرسالة الأولى هي قانون المالي الإصدار، ما كانش قانون المالية مختلف على قوانين المالية السابقة، خاصة على حكومة هشام المشيش بالطبع، ما خففش الوضع على الناس، ما شعرتش الناس اللي ثم قانون مالية جاء باش ينقص شوية من الأعباء متاع الحياة ومتاع غلاء الأسعار ومتاع غير. جاء رئيس الجمهورية في تعليق على قانون 38 اللي هم قطاعات واسعة من شباب تونس اللي اليوم هم أصحاب شهيد عليا وبطالة معطلين عن العمل. كان حديث على الموضوع هذا كان حديث سلبي، كان ثم اتفاقيات سابقة في ما يخص عمال الحظائر كسوسوا العمل الاتحاد العام التونسي للشغل، أول قانون اللي تم يعني تمريره داخل مجلس النواب السابق إلى آخره. لأنه وصلنا مرحلة أنه ثم مواد تتفقد من الأسواق، وصلنا أنه ثم غلاء فاحش، وصلنا أنه ثم مقاربة احنا ما فهمناهاش، أنه الرئيس يعمل يتحدث على حرب ضد الاحتكار وغيره، وهذا هي حقيقة. ثم احتكار وثم لوبيات من مصلحتها باش تجوع الشعب وتعتقد أنه بتجويع الناس باش تثور على قيس سعيد ويرجعوا إلى ما قبل 24 جويلية، هذوما يشتغلوا في البلاد ولم يتوقفوا عن الاشتغال. ولكن كنا نعتقد أن ثم مقاربات أخرى، ثم إجراءات أخرى ممكن اتخاذها، وتحدثنا فيها برشا مرات. إجراءات العملية. إجراءات عملية، يعني كما مثلا نعطيك إكزامبل، مثلا قانون البنك المركزي. نعم. اللي اليوم عندنا قطاع مالي في تونس ينتفخ
بالأرباح ومقابل هذا ما ثماش تنمية حقيقية في البلاد. نعم. والناس تتفقر يوما بعد يوم. علاش؟ لأن القطاع هذا من شنو ينتفخ؟ ينتفخ من قانون احنا نعتبره قانون ظالم، أن الدولة التونسية حينما تريد أن يعني تقترض لا يمكن لها أن تقترض مباشرة للبنك المركزي، إذا ما تقترض عبر البنوك تجي يعني فلوسها تعطيها للبنوك وتتسلفهم وبعد ترجع بالفوائد. قلنا للرئيس وإحنا في المجلس الفارط في حركة الشعب كنا مقدمين فيه مشروع يعني قانون هذا مقدمينه في المجلس من أجل يعني إلغاء الفصل هذا في مشروع متاع في قانون متاع استقلالية البنك المركزي، كي ينجم يتخذه رئيس الجمهورية، كي ينجم يستردوا أموال الدولة الديوانية بأكثر صرامة وبأكثر قوة، كي ينجم يبدلوا الأوراق المالية، يعني برشا إجراءات كان ممكن اتخاذها في القطاع الفلاحي ذا، كان ثم إجراءات كثيرة ممكن اتخاذها. احنا اليوم دولة تستورد في كل شيء تقريب، والمنتج ثم قطاع في الوسط اليوم المنظومة اللي انتجت يعني سرتوا بعد 2010 منظومة فاسدة، المضرر منها الفلاح ومضرر منها المستهلك، اللي نجم تحمل الفلاح ولا نجم تحمل المستهلك. كل منتوج اليوم اللي ضايع في مسالك التوزيع بالطبيعة، كل منتوج اليوم كي تمشي للمصدر متاع الانتاج تلقي السوم متاعه كذا، توصل للأسواق تلقيه تضاعف. أنا نعطيك اكزامبل، مثلا الدقلة اللي نعرف قطاع التمور يعني من جهة قبلي، كي نمشي لقبلي نلقى الدقلة بدينارين وبثلاثة دينارات، نجي للعاصمة نلقى الدقلة بثلاثين دينار ستة دير، شنو يعني ثم واحد ربح أكثر من الفلاح وربح اكثر من التاجر اللي في الاخر وضر المستهلك. الفلاح يعني حتى قيمه العمل ضربت، لانه شنو قيمه الفلاح يخدم عام كامل في القمح ولا في التمور ولا في البرتقال ولا في زيت الزيتون، في الاخر باش يكون خسر. دونك وهذا ربما اللي يفسر انه عندنا مسالك توزيع ومضاربه لابد من تسليط الضوء بشكل عاجل عليها، وقت اللي نشوفه في بعض المعارض او بعض المحلات التجاريه بالخارج زيت الزيتونة أو حتى الدقلة كما حكيت سي زهير أرخص سومها باللورو من تونس. صحيح، وقلنا زاد نقص شوية من الاستيراد، مواد غير ضرورية باش نستوردوا فيها، يعني أرى هذاك ضرنا، ضر الفلاح، ضر الصناعي التونسي، لأن الصناعي التونسي زاد مضر من استهلاك العشوائي للبضائع، الفلاح ضر من استهلاك العشوائي للبضائع، يعني ثم قائمة متاع بضائع يمكن نتوقفوا أنا نستوردوها باش نرجعوا يعني نعطيه نفس الفلاح والنفس رجل الأعمال والنفس الصناعي. كان ممكن اتخاذ هذه الإجراءات، احنا نعتقد أن الإجراءات هذه ما كانتش صعبة، وكانت حتى بالمراسيم كان ممكن اتخاذها. نعم. وما زال وقت إلى حد الآن لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات هذه، لأنه احنا مقتنعين وقلنا في مناسبات عديدة لرئيس الجمهورية يا سيد الرئيس أريه الناس إذا ما تحسنتش ظروفها وأوضاعها ولم تشعر بالجدية في تحسين هذه الأوضاع، أريه كيما هتفت باسم قيس سعيد وب 25 جويلية تجب تهتف ضد 25 جويلية، لأن هذه حقيقة. هذا اللي نفهمه منه أو يبرر موقفكم حركة الشعب اليوم اللي توصلوا تقولوا رانا نهدوا بمقاطعة الانتخابات القادمة والاستفتاء. إيه بالطبيعة، لأنه هالمسار هذا يبدأ فيه، أحنا نعتقد أن المسار هذا اليوم موجود في منطقة بتاع صعوبات حقيقية، ورئيس الجمهورية هو عنده الحل اليوم باش يخرج من منطقة الصعوبات بأن يطلق حوار بسرعة. ما نبقاوش نحكيو كل مره حوار 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 وما ثماش على الارض الواقع حتى شيء. دونك اليوم رئيس الجمهوريه مطالبه انه هذا الحوار احنا مع اللي قالوا الرئيس الحوار مع تلك الاطراف منظمات وطنيه مع الاحزاب الوطنيه اللي دعمت المسار هذا، خاطر ثم الناس يقولوا انقلاب في الشارع هم يحبوا يطيحوا الانقلاب غير معنيين بالحوار، يطلق هذا الحوار بسرعه يجلس جلسات حقيقيه حول القطاعات الحيويه كما القطاع الفلاحي، يتخذوا اجراءات واضحه ملموسه مش بالكلام، مش نجي نحكيوا على احتكار ومحتكرين وعصابات، ونعرفوا اللي ثم احتكار وثم عصابات وثم مافيات في البلاد وثم ناس معناتها تعتدي على قوت التونسي وعلى حياته وينسدسويت، لكن هذا لا يقاومون بالكلام فقط، يقاومون بالكلام واكثر يقاومون بالفعل من خلال الاجراءات واضحه من خلال المحاسبه اللي ما تمتش لحد الان والناس متقلقه، اللي الناس اللي اجرمت في حق البلاد بداوا يخرجوا من جديد ويقولوا هكا شنو تعاملونا مع ما عندكم بتعاملونا، لان هذا كله تاخر. دونك احنا اليوم تاخر باراده من رئيس الجمهوريه اللي تحملوها اليوم المسؤوليه او تحملوا المسؤوليه للقضاء في عدم فتح الملف زوز ما بعضهم الكل، رئيس الجمهوريه ربما المقربات نتاعو. احنا علاش قلنا راهو من البدايه 25 جويليه نحن معه، كيفاش ينجح 25 جويليه ربما نختلفوا حتى مع بعض الاحزاب، ولا كيفاش نراو كيفاش امكانيه النجاح ما بعد 25 جويليه. بالطبيعه يعني النجاح بالنسبه لنا نحن هو التشاركيه، يعني تتحاور مع الناس، تحكي مع الناس، تسمع الناس من جهه، ومن جهه ثانيه اجراءات اقتصاديه واضحه تخفف الضغط على العباد. هذوما الاثنين ما تموش،
النتيجه شنو هي؟ النتيجه عندنا حكومه تو هكا وزير يصرح باش نزيدوا في الاسعار، واحد خارج يقول ماناش باش نزيدوا في الاسعار، رئيسه حكومه مع احترامنا لها تسعة شهور ما سمعناش تحكي في حكايه ما تتكلم في حتى كلمه، العمل الحكومي حاولوا غموض كبير كيفاش قاعد يصير هالشيء هذايا وتعطيهم على الملفات الكبرى، احنا ما ريناش تعطي جدي ومسؤول مع الملفات الكبيره اللي موجوده في البلاد. المقاربه نتاع الرئيس بيتر هي مقاربه اني نصلح القضاء، نصلح الداخليه الى اخره، اوكي نصلحوا القضاء ونصلحوا الداخليه، ولكن لازم تكون المسارات متوازيه بليتو، يعني نمشيو مع بعضهم، مش نبقاو نستنوا خاطر بيتر الرئيس يخمم شنو نصلح القضاء ونصلح الداخليه تو يعم الرخاء. نحن نقولوا لا، راهو الرخاء لن يعم بهذا فقط، يعم كي يولي ثم مسارات تمشي بالتوازي، وضع الاقتصادي والاجتماعي اللي ما يستناوش بالطبيعه. هذا هو اللي قلناه احنا راهو من النهار الاول ما بدلناش راينا، احنا قلنا من النهار الاول يا سيد الرئيس ثم زوز مسارات الاصلاحات، قلناها في ثلاثة مستويات، المستوى الأول إصلاحات دستورية وخاصة تخص النظام السياسي، لأنه ما عادش ممكن تتحكم تونس بنظام سياسي برأسين في السلطة التنفيذية، واللي هو كان واحد من أسباب الأزمة. إصلاحات تخص منظومة الانتخابات، ومش فقط يعني نظام الاقتراع، لأن كل نظام من نظم الاقتراع عنده سلبيات وإيجابيات، نقصد بمنظومة الانتخابات بالنسبة لنا في حركة الشعب هي الإعلام، هي المال الفاسد المتفق على بعض الأطراف، سبر الآراء، الجمعيات، قانون الأحزاب. إذا كما صلحناش هذايا مهما يكون نظام الاقتراع باش نجيبوه على الأفراد على القائمات، راه باش تصير فيه التزييف والتزوير. التزييف والتزوير مش بالتغيير الورقة اليوم، التزييف والتزوير وتزوير إرادة الناس، هو استغلال فقر، شراء ذمم، استغلال بؤس الناس وفقر الناس وحاجة الناس. المسألة الثالثة التي لا تقل أهمية هي حوار اقتصادي حول المنوال التنموي اللي مع الأسف الشديد طيلة 10 سنوات ما جاتش فرصة باش يتحكي فيه الموضوع هذا، واللي هو واحد من أسباب بتاع 25 جويلية. لأن في تونس الثورة على شنو قامت؟ قامت على زوج استحقاقات، استحقاق سياسي واستحقاق اجتماعي اقتصادي. بقدر ما صار تقدم في الاستحقاق السياسي بكل التحفظات واللي صار والدماء التي سالت، في الاستحقاق الاجتماعي ما تقدمنا حتى خطوة. بالعكس تراجعنا بالتوالي نسبة البطالة، كل شيء تراجعنا، الشغل اللي تفقدت أكثر حتى المرفق العمومي، المرفق العمومي، النقل، التعليم، الصحة، في تراجع يومي برا. شوف المعاهد بتاعنا والمدارس بتاعنا، الشباك اللي تكسر ما يتصلحش، شوف المستشفيات العمومية اللي كانت علامة مضيئة في تونس، مستشفياتنا العمومية اللي موجودة كلها في الحالة اللي موجودة فيها، مستشفيات كبيرة ومعروفة، أنت كي تحكي مع المسؤولين عليه يقول لك احنا نتسلفوا باش نشريوا حاجات بسيطة باش نبدأ، شوف الكتاب المدرسي اللي عاجزين، شوف الكتاب المدرسي باش نطبعوه، شوف الأسطول بتاع النقل بتاعنا يتهرك كل يوم، هذا المرفق العمومي بدا باقي يتراجع. دونك راهي الثورات هي شنو هو الهدف نتاعها؟ الثورات هو تجويد حياة الناس، هو الإصلاح. إذا كان ما تصيرش حاجة، وهو هذا اللي يفسر فينالما عزوف الناس على العملية السياسية. احنا في الحركة الشعب تقريبا من 2013 ولا 14 قلنا راهي الأزمة الحقيقية هو أنه العملية السياسية اللي صايرة في تونس ما تعبرش على الناس، تراجع عدد الناخبين سي نورمال. يا اخي انت المواطن اللي يسمع فينا اليوم اذا كان ما يشعرش انه الاستفتاء ولا الانتخاب اللي باش يصير ولا غيره باش يكون عنده تاثير على حياته، باش يكون عنده يحسن له حياته، يحسن له مستقبل اولاده، باش يحسن له المرفق العمومي، شنو اهميتها العمليه السياسيه بالنسبه له؟ ما تعني له حتى شيء العمليه السياسيه. هذاك علاش احنا كنا دائما ننبه الى ان الديمقراطيه السياسيه بدون الديمقراطيه الاجتماعيه راهي تتحول شيئا فشيء الى مفسده، يعني احزاب وتتنافس وبرلمان. هاو كان عندنا هاو كثم دول تعمل في انتخابات كل 6 شهور وهي دول فاشله، واحنا نبهنا لهذا ان الدوله تتحول الى دوله فاشله حينما تعتقد او تعتقد نخبها وتعتقد احزابها انه بمجرد ان نعمل شويه انتخابات وبرلمان وناس تتعارك وعليهم شويه حر هكا وكذا حققنا رغبات الناس. هذا جزء، ولكن جزء ربما الاهم اللي يفكر فيه المواطن العادي هو كيفاش يطمئن على امنه، يطمئن على يركب في الكار الصباح لاباس، كيفاش ولده يقرا في مكتب محترم، كيفاش كي يمرض يمشي المستشفى يلقى مستشفى في اقامه محترمه. يعني اذا كان ما نحقوش الشيء هذا العمليه الاخرى بلا، العمليه الاخرى ما تعني شيء للعباد، ينجموا يتنفسوا حريه وكذا الى اخره، ولكن بالنسبه لهم تتحول كما تحولت عندنا بشوي بشوي الى فساد، كناتريه في البرلمان، ذمم تتباع وتتشرى، احزاب تتحكم فيها ناس من الخارج، قوانين يقع تغييرها داخل البرلمان لانه ثمة رجل الاعمال الفلاني ولا فاسد العلاني شرى بعض النواب باش يبدلوا له قانون، دوله تخترق
تخترق يعني من جميع أنواع الاختراق، الاختراق متاع الفساد، الاختراق متاع الإرهاب، الاختراق متاع دولة عاجزة باش تعرف جرائم اغتيالات سياسية صارت في البلاد كما محمد إبراهيم وشكر بلادي لحد الآن مش باش تقدم، دولة عاجزة حتى باش تنظم ماتش بتاع كورة البارح ما شفتش شنو اللي صار، حالة العنف. أنت حكيت وركزت اليوم على الأداء الحكومي، خلينا نمشي أوضح من هكا، شكون الوزراء اللي عندك عليهم تحفظات على أدائهم أو وانه ما فماش نجاعه واضحه وبارزه في الملفات المطروحه قدامه؟ والله انا شوف ما نحبش نحكي في انا نحمل المسؤوليه الكبيره للرئيس الجمهوري، لان هي الحكومه هي حكومه رئيس الجمهوري، والتقييم هو يحكي فيه الرئيس دائما. هو البارح برك الرئيس يحكي على انه الاجراءات ما لازمش تمس الفقراء، الرئيس يحكي دائما على الجانب الاجتماعي. احنا ربما نتفق فيه معاه اتفاق كبير مع الرئيس من خلال هو الجانب هذا، هو الدولة الاجتماعية. هل هذا موجود على أرض الأول؟ الحكومة هل تطبق في توجيهات الرئيس في علاقة بالجانب الاجتماعي؟ تو التفاصيل بيناتهم ما نعرفش، لكن الواضح احنا اليوم ما عندناش دولة تسعى إلى تطبيق الجانب هذا. صحيح كل الصعوبات موجودة، كل الظروف صعبة، زيد الأزمة العالمية، أزمة الحرب في أوكرانيا، هذه كلها معطيات موضوعية معناتها، ولكن احنا مراوش فما مجهود باقي يتبذل، مراوش ثم مجهود كبير باقي يتبذل في اتجاه تحسين أوضاع الناس، مراوش أن الناس ماشي تلوج على شركات جديدة وتستغل في موازين القوى جديدة، لأن العالم اللي في موازين قوى جديدة حبينا ولا كرهنا، وثم غيرنا باقي يستفيد من كيفاش يحولوا موازين القوى الحالية والجديدة اللي في العالم إلى فرصة لبلدانهم باش يخرجوا من أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، كيفاش ننوعوا شركاتنا. احنا مش مطلوب منا باش نبقاو ديما شركاء للاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، واحد بعمرنا ما قلنا لهم اخرجوا عليهم السيدي يعمل، لكن نوع علاقاتك، ثم الصين ثم روسيا ثم بلدان ثم ناس نجم تقدم لك اشياء ربما باقل كلفه من الباقي تتقدم لنا الان، حتى المستثمرين في الداخل بالطبيعه التوانسه اللي راهم يستثمروا البرة في الخارج اليوم بينما بلادهم مستحقت لهم بالطبيعه عليهم، يقول لك احنا اليوم يتم التعامل معنا على اساس كنا فاسدين وحد ما ندينا باش يحكي معنا. صحيح هذا كلام صحيح، وهذا الرئيس تحدث على قانون العفو الصلح الجزائي، فعلوا لان ثم نسبه مرهونه عند احزاب مش نعموا مش كل رجال الاعمال بالطبيعه، ثم ناس ترهنا، ثم ناس تحب تخدم على روحها، ثم ناس تحب تمشي تسوي وضعيتها حتى لو كان غلط ولا فسد ولا مش عارف شنو، وثم ناس مع بكد يمينها وبعرقها وكذا كسبت الشيء هذا، يعني ما نجموش نعموا الناس كل فساد. ثم قانون يطبق وراه استفادوا منه، عدم تطبيق القانون استفادت منه المنظومه الفاسده القديمه، استفادوا منه، ابتزوهم رجال الاعمال، ابتزوهم هات الفلوس ما كانش ندخلك الحبس هات الفلوس، ثم ناس تدخل تخرج الحبس ما نعرفوش علاش دخلت وعلاش خرجت، لانه كلها ابتزاز. نهار اللي رجل اعمال يمتنع على انه يمول هذا الحزب او ذاك تتحل الملفات، فخليت تسوى اللي عنده اللي اجرم في حق البلاد ياخذ جزائه، اللي ما اجرمش خليه يخدم على روحه. عندنا افريقيا بحذين هكا العالم كل ماشي لافريقيا، احنا متلفتين التالي على افريقيا، عندنا محيطنا هذا العربي، المغرب، ليبيا الى اخره، توا السوق الليبيه تقريبا تفكت عندها تفكوها الاتراك، حتى الماء نتاع تركيا بدا يتباع في ليبيا اللي هي سوق تقليديه لتونس ولرجال الاعمال التوانسه وللتجاره التونسيه تفكت. الجزائر جاء تبون لتونس الرئيس الجزائري وصارت اتفاقيات بين تونس والجزائر، اتفاقيات مهمه لم تفعل الى حد الان، ولو تفعلت تلك الاتفاقيات باش تخفف الوضع على تونس وتخفف الوضع حتى على الجزائر. فهذا هو المطلوب اليوم، المطلوب ان يكون ثم عقل سياسي حقيقي ملم بكل القضايا الاصلاحيه اللي لازم نمشي ونصلحوا فيها مع القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه، لان لازمنا نكونوا متاكدين من توا اذا كان ما تصلحتش الاوضاع هذه راهي باش تجي المحطات الانتخابيه والاستفتاء والناس ماهيش باش تمشي، وراهي وقتها باش تكون الطامه الكبرى لو الناس ما تشاركش في المحطات السياسيه. وانتم كي تقولوا نحن سنقاطع، هل هذا ما يزيدش يعمق الازمه عوضا عن دعوه نخبيكم؟ لا احنا تسالنا قواعدكم للاقبال على لا احنا تسالنا على الموضوع هذا، قالوا معناتها السؤال لو ما صارش حوار، لو ما صارش كذا، هذا قلت لكن احنا في حال ما صارش حوار بالطبيعه، لكن احنا بالنسبه لنا محطات مهمه يجب ان معناتها تحدث تصير انتخابات في البلاد، هذا مهم، لان من اللي صارت الاجراءات بتاع 25 جويليا احنا قلنا هذه اجراءات مؤقته لا يجب ان تكون معناتها دائمه، اجراءات مؤقته شنو نعملوا من وقتها حتى نمشيو للوضع الطبيعي، نعملوا الاصلاحات هذيا باش نمشيو نعملوا انتخابات شفافه مش كيما الانتخابات بتاع المره فاتت، باش نعملوا الدوله الاجتماعيه الحقيقيه، دوله الشعب مش دوله المافيات. هذا لازم تكون ثم ورشه بتاع اصلاحات موجوده في البلاد باش ننهيوا هذه المرحله بسرعه وننتقل ونتجاوز كل الهينات والسلبيات والامراض والفساد اللي كان موجود في السابق. هذاك علاش احنا نحثوا رئيس الجمهوريه اليوم انه ينطلق مباشره في الحوار هذا، ينطلق في اجراءات اقتصاديه، يعمل ندوه اقتصاديه
يعمل ند. وخاطر هذه مرة عرضني موظف في الشارع قال لي شبيه الرئيس ديما يجيب كان في جماعة القانون الدستوري معاه، علاش ما يجيبش رجال الاقتصاد؟ خلينا نشعروا اللي هو لاهي بينا شوية. نعم. فيعمل ند ويجيب خبراء في الاقتصاد، شوف 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 شنو هو الحلول. هذا الكل كل... قابل للتطبيق اليوم في مشهد سياسي متحرك، مشهد غير مستقر. يخرج شكون من المعارضة أو بعض المقالات يتحدث عن استقالة نجلة بودن من على رأس الحكومة، تجاوبهم اليوم نجلة بودن عبر عدد من وزرائها، كيفاش ينجم يصير؟ والله شوف احنا هذا كله لو ثم الفضاء العمومي عموما هو في تونس مع الاسف فيه كان الحكايه الفارغه ذي، هي التسريبات ما نعرفش شكونها وكذا، ما نسلوج على الباز او عندي معلومات او كذا. علاش هذا؟ لان ما ثمش القضيه الحقيقيه مش مطروحه اليوم للنقاش. هكا علاش احنا قلنا للرئيس اطرح القضيه الحقيقيه للنقاش، بودن تستقيل ولا ما تستقيلش؟ خاطر ثم شنو تخمم لو استقالت بودن ينهزم قيس سعيد، فما نستخمم بالطريقه ذي وترويج الاشاعات وغيرها والحكايه الباقيه تصير ذي. احنا اللي يهمنا اليوم، اللي يهمنا ثم مجموعه من القضايا الرئيسيه والمصيريه بالنسبه للبلاد، القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه، قضايا الاصلاحات الدستوريه، قضايا الاصلاحات في منظومه الانتخابات، خليها تتطرح في الفضاء العمومي وخلينا نتناقش. ولكن نجيك انا لهنا نحكي لك شنو وجهه نظرنا نحن في الاصلاحات هذه وكذا، وغدوه يجيك سياسي اخر او كذا يحكي لك شنو وجهه نظرهم، وخلي الناس تسمع وخلي الشعب يولي امبليكي في العمليه هذه، لانه اذا كان الشعب ما يكونش امبليكي في العمليه هذه ما عندها حتى معنى. دونك الحديث على، واحنا نعتقد ان المنظومه هذه بتاع الاسلام السياسي ريميش باش ترجع، لن تعود إلى حكم البلاد. هذه مسألة وأنا قلتها في كثير من المرات، لأنهم خلوا حتى شيء تأسف عليه التونس، لأنهم إحنا في رأينا يخرجوا من قلوب ومن ضمائر التونسيين، وكل المحاولات بتاع الاستقواء بالخارج اللي يقوموا بها والتوجه للخارج وغيرها إلى حد الآن ما جابت حتى النتيجة، وما زالت الفرصة قائمة حقيقة أنه نعمل إصلاحات حقيقية وتخلي تونس نموذج ديمقراطي ونموذج بتاع دولة اجتماعية حقيقية وبتاع سيادة وطنية حقيقية. في علاقة بجبهة الخلاص اللي تم الإعلان عليها واللي ترأسها أحمد نجيب الشابي، تعليقك على موقف أحمد نجيب الشابي؟ والله هي شنية جبهة متاع جماعة حكم متاع حكومة المشيشي، حزام متاع حكومة المشيشي، النهضة، قلب تونس اللي هو مش موجود، لا يوجد حزب اسمه قلب تونس، قلب تونس مش موجود. سمعت واحد يتحدث في الإعلام من 25 جولة باسم قلب تونس؟ ثماش ثم ائتلاف الكرامة والحزب بتاع نجيب الشابي، هذا هي يعني هي تقريبا ائتلاف الحكومي اللي كان في حكومه المشيشي واللي ثار عليه الشعب. حركه امل لاحمد نجيب الشابي جديده في الدخول، هذه هو هذا الجديد في الحكايه، بخلاف هذا ما ثم شيء اخر. هذوما المنظومه هذه هو اللي خرج راه الشعب ضدها نهار 25 جويلية واللي حملها مسؤوليه الخراب اللي حصل، وهذاك علاش انا قلت راهو لن تعود ولا مانيش تبقى نحكي عليها برشا، هي جبهه انا نعتقد انها ولدت ميته، وكل المحاولات اللي قاموا بها الإسلام السياسي هي تزين في حركة النهضة. حركة النهضة دائما كيف يشتد عليها الخناق تتخبى هي التالي وتحط الناس أمامها يشتغلوا ويتكلموا باسمها وكذا، هذا هو اللي صاير. أنا ما أعتقدش أنا هل أحمد نجيب الشابي اليوم تنجم تعتبره فساد لحركة النهضة؟ والله أنا ما بحبش نحكي لياسر واجهة لحركة النهضة. أي بالطبيعة هو واجهة لحركة النهضة، اللي يعمل فيه كل اليوم هو أنا قلتها قبل، يخرج كان في الأزمات، وين ما ثم أزمة يخرج يعتقد أنه ينجم يستثمر الأزمة للتموقع السياسي. كان ساكت من 14 وقت صارت الأزمة في حكومة الحبيب الصيد، خرج يحكي من جديد، توا خرج يحكي من جديد. هو السياسي الحقيقي يمشي يعمل حزب يخدم على روحه ثم انتخابات، ينجم ينجح ينجم يفشل، كان فشل يعمل نقد ذاتي، كان نجح يطبق البرامج اللي وعد بها الناس. أما ما نبقاوش كل مرة نحاول نستثمر أزمة باش نتموقع سياسيا، لأن الموضوع هذا ما نعتقدش أنه باش يجيب حتى نتيجة. وفي علاقة بتصريحات رئيس أو أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اللي يقول راه ما فماش مشروع جاهز اليوم في علاقة بمخرجات الحوار الوطني، وتحدث حتى على الأطراف اللي باش تشارك في الصياغة هذه، يقول راه المضامين والإعداد باش يكون طبعا بإشراف رئيس الجمهورية، وأعلن عن أنه العميد صادق بالعيد سيترأس اللجنة هذه. كيفاش لقيتوا صادق بالعيد تعيينه او ترأسه على رأس؟ لا احنا ما عندناش مشكله مع مع سي صادق بالعيد، لما احنا هل هذه ضمانه ربما نجم نعتبروها الضمانه لانه المخرجات مش باش تكون حاضره او لا؟ هو الضمانه الحقيقيه انه يكون ثم حوار كيما حكى عليه سي امين محفوظ، انا ما نعرفش، انه ثم حوار منطلق من تنجم الرئاسه تجيب افكارها وكل طرف يجيب الافكار نتاعه، ولكن ما ثمش حوار نتاع اقبل هذا ولا 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 اخرج يعني. هذه هي الضمان، أن يكون ثم حوار، هذه وجهة نظر تدون وتسجل وتمشي للشعب في الاستفتاء، هذه الضمان الحقيقية. الضمان الحقيقية هو اللي قاله سي أمين محفوظ، ما نعرفش مدى صحته، لكن نحبوا يقولوا رئيس الجمهورية الكلام هذا،
ونحب رئيس الجمهورية يتحدث يقول إيجي نعمل الحوار. مش قام سيكون فما زوز لجان. أي لا لا نحكي لك على مضمون الحوار يعني يبدأ الحوار لأن بقين نضيعوا في الوقت راه باش نعمل استفتاء يوم 25 جويلية مازالوا عليه شهرين تو والناس ما تعرفش على شنو باش يقع استفتاء راه يلزم ثم فترة تسبق الاستفتاء وتسبق الانتخابات ما يسمى بالزمن الانتخابي اللي فيه نقاش فيه حوار فيه تحريض الناس باش تمشي تشارك ودعوة الناخبين وغيره وهذا يتطلب مش راه سي أمين محفوظ يحكي ولا إكس يحكي ولا يطلب أن رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن يعلن عن هذا الحوار لأنه هذا الحديث هذا تحدث عليه الرئيس في 1 ماي اليوم احنا اليوم تقريبا في شطر ماي جمعتين تعديل و 12 ماي وما صارش الشيء هذا تضيع الوقت وهذه مشكلة أخرى ربما في رئيس الجمهورية هي الزمن نتاع رئيس الجمهورية اللي هو زمن بطيء وبطيء وبطيء جدا. زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم مصطفى مدبولي اللي تتواصل النهارين زيارة عمل رسمية بوفد رفيع المستوى من الوزراء المصريين وكبار المسؤولين المصريين كيفاش تشوف هالزيارة؟ أنا نعتبر كل زيارة من أي بلد عربي لتونس في إطار التعاون الاقتصادي هي مهمة مهمة لتونس ومهمة لمصر احنا نحث الحكومة التونسية انها تمتن علاقاتها مع كل الأشقاء العرب بما فيهم المصريين والجزائريين والسعوديين وكل وتكون العلاقات هذه مش مجرد تبادل التهاني وتبادل الزيارات تكون زيارات تنتهي باتفاقات اقتصادية ومشاريع مشتركة بين هذه البلدان لأنه ما عندناش حتى حل اليوم في ظل هذا العالم يعني اللي فيه التكتلات ما عندناش حتى حل باش نحافظ على سيادتنا ونوفر الحد الأدنى لشعبنا في تونس ولا في مصر ولا في الجزائر إلا من خلال المشاريع المشتركة بين هذه البلدان يعني احنا نعتبرها أي زيارة أي مسألة مهم المهم ما تبقاش حبر على ورق المهم ما تبقاش نكتب اتفاقيات ونبقى 10 سنين نستناو فيها المهم تكون عندها منتوج فوري لأنه هذا باش يكون عنده مردود مهم على تونس وعلى الجزائر وعلى مصر وعلى كل البلدان العربية. هل كان من المفروض أن تونس تستثمر في زيارة سيرغي لافروف في الجزائر واللي كان من المفروض نبرمج زيارة يوم 9 و10 كما أعلن عليها اتحاد الشغل اللي كان باش يزورهم بين الاتحاد ومنظمة الأعراف وكان من المنتظر يزور اليوم حسب ما شاع في الكواليس في المقابل ما فما شيء للتو. والله احنا سمعنا اللي لافروف باش يجي لتونس ما نعرفش هو طبعا الخبر ما كانش رسمي اعلن عليه موقع حركه الشعب التابع او الناطق باسم اتحاد الشغل اللي قال راهو جرت محادثه بين امين عام اتحاد الشغل الكل احنا كنا نتمنوا انه يكون موجود في تونس لان زياره الروس لتونس اليوم احنا نعتقده مهمه ومهمه جدا روسيا اليوم هي لاعب اساسي اليوم في العالم ولاعب تقريب مش فقط عسكري في أوكرانيا هو لاعب أساسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي ما تنساوش الروس اليوم فرضين على أوروبا كلها تشري البترول بالروبل الروسي روسيا يعني هي من أكثر البلدان معتها المنتجة ومصدرة للقمح للغاز للبترول ومن خلال بحثنا نحن على تنويع العلاقات وراه تونس باش تستفيد يعني ان شاء الله ما نعرفش انا شنو الاسباب ولا اذا كانت مبرمجه والغيت او ما خرجش موقف رسمي ربما من الطرف ولكن احنا نعتقد ان تونس اليوم محتاجه ان تنوع علاقاتها وشراكاتها الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه مع هذه الدول الصاعده ولليوم تعتبر او المستقبل بتاع العالم عند الدول هذه كما الصين كما روسيا كما غيرها كما مجموعه البريكس وغيرها. شكرا على حضورك معنا من عام حركة الشعب زهير المغزاوي وقبل ما نخليك ماذا بينا تتفاعل معنا فيها فقرة عينك على الإدارة اللي ينضم لنا مباشرة.